الا كنتي اختي كتعشقي الحنه ولكن كتحني كتخرج لك اللون ديال الاصفر او لا كيخرج لك برتقالي، اليوم جبت لك السر اللي غيخلي الحنه ديالك غتخرج حمراء. قرص واحد من دول البران غيخلي الحنه ديالك في نص ساعه تنضر، في نص ساعه تحيديها، واللي شافتك غادي تسولك على السر اشنو دايره في ديك الخلطه، اللي شافتك ما غتطلقش منك. كوني اكيده ان هذه الوصفه هذه اللي غادي ديري اليوم ديال الحنه غتخليك تستغني على الدوليو، غتخليك تستغني على اي طريقه كتحضري بها الحنه بهاد الوصفه هذه اللي غنعطيك اليوم، غتخلي ان الحنه ديالك غادي تعشقي تعوديها في كل مره ملي تحيد لك غتعوديها، لان الحنه كتخرج واحد اللون اللي تيخرج يعني كيحمق. ما يمكنش تكوني ما كتبغيش الحنه وديري هاد الحنه هذه وما تعشقيهاش. مهم وصفه سهله وبسيطه وغير اللي عندكم دولي بران، تبعوا معايا لا فيديو حتى التالي. هاد الوصفه هذه بغيتكم ديروها في العيد كاملين وردوا عليا الخبر كيفاش جاتكم. المهم غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه كما كتشوفوا معايا غادي نحتاجوا الحنه، ودائما تنقول لكم الحنه تكون هكا رطبه، اللون ديالها يكون بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا، ما يكونوش فيها العوان، ما يكونش في هذاك. المهم الحنه الماركه هذه ديال الخلاله، خذوا الماركه الاصليه، راه كاين حتى المغشوشه راه موجوده كراها كتباع. المهم غادي نبداو دابا الوصفه ديالنا، ولكن ما تنساونيش الكبيدات ديالي واحد لايك للفيديو، عافاكم شجعوني بلي لايك ديالكم، حاولوا ماكسيموم توصلوا لي هذا لا فيديو هذا اكبر عدد من اللايكات خصوصا وانه يستاهل، وتبعوا معايا لا فيديو حتى التالي، ما تفلتوا ليا حتى شي لقطه. مكونات كلهم عندكم في الكوزينه في الدار في المطبخ. يلا نبداو على بركه الله. كما كتشوفوا معايا هنا غناخذوا الكميه اللي غتقدنا ديال الحنه، على حسب يعني كل وحده غتاخذ القياس اللي غادي يكفيها، سواء غدير ليديدات اولا رجيلات اولا القيس اللي غادي يكفيك. هنا الحنه كما كتشوفوا معايا غير هكا كندوزها في الصفايه، ولكن راه ما فيها والو، ما فيها لا عواد لا والو، لان الحنه اللي كتكون برومي راه كتكون مزيانه كما كتشوفوا معايا. انا خديت هنا غير هاد الكميه هذه باش نوريكم الطريقه. المهم تاخذوا الحنه تديروها هكا في شي زلافه. المهم هنا بالنسبه لصفيت الحنه غير دوك الكويرات ما يبقاوش ليا في الحنه ملي كنصفيوها، ما كيبقاوش دوك الكويرات الا درناها غير هكاك ما صفيناهاش، فدوك الكويرات كيبقاو ملي كنبداو كنخلطو دوك الكويرات ما كيطلقوش لينا دغيا، هادشي علاش كندوزها في الصفايه. المهم من بعد غناخدو الماء غليان، هذا راه الماء غليان كما كتشوفوا معايا، وغنبقاو تنضيفو شويه بشويه ديك الحنه وحنا كنخلطو، ولا خصنا كنزيدو غير ما كنكتروش في الاول كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل. هذا طريقه سهله وبسيطه يعني في نفس الوقت. كنخلطوا الحنه ديالنا مزيان كما كتشوفوا معايا، وهذه الحنه هذه صراحه راه كتخرج يعني في نص ساعه كتخرج، وكتخرج زوينه يعني اللون ديالها كيخرج غامق وكيخرج واحد الاحمر اللي زوين، يعني واحد اللون اللي يعني نتي الا شتي يعني في شي وحده غتعشقيه، واخا تكوني ما كتعجبكش الحنه غتعشقيه وغتشهي تحني. يعني واحد الوصفه اللي زوينه وبغيت نتقاسم معكم قبل العيد باش ان شاء الله ديروها. هنا غناخذوا واحد نص حامضه، غادي ناخذوا منها تقريبا ملعقه كبيره بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا، غنعصروها على ديك الحنه ونصفيوها باش ما يهبطش لينا فيها داك هذاك الطريفات هكا ديال الليمون كما كتشوفوا معايا. ولا بغيتوا شي وصفه سواء يعني ماسكات ديال التبيض يعني نقدر نحط لكم اليوم واحد الماسك زوين بزاف ديال تبيض البشره اللي من اول استعمال تيعطي واحد النتيجه روعه، وكذلك غنحط لكم وصفه ديال تساقط الشعر ووصفه ديال الشيب. يعني هاد الوصفات اما غتلقاوهم اليوم اما غدا، يعني على حسب شنو غادي نحط اليوم وشنو غنحط غدا، يعني مازال ما عرفتش. المهم هما غيكونوا واجدين اليوم وغدا، يعني على حسب هاد الوصفات، يعني اللي محتاجه شي وصفه ان شاء الله غتلقاها على القناه. هنا من بعد ما خلطت هذوك المكونات غادي ناخذ هنا واحد القطعه ديال السكر غير شويه، لانني انا دايره كميه هنا قليله، فاذا كنتو دايره مثلا زلافه ديال الحنه ديروا واحد القطعه هكا السكر ديال القهوه ديال السكر تذوبوا داك السكر كتخلطوه مع الحنه كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل. كنخلطوا مزيان المكونات كاملين، وهاد الحنه كتبغي شويه شويه يعني الخاطر تخلطوها مزيان باش ما تبقاش ما
ما تبقاش تبان هكاك فيها بحال الكويرات، يعني تنسجم مزيان، غتعطيوها شويه الوقت وشويه الخاطر. المهم غنستمر هكا في التحريك حتى تبان لي الحنينه ديالي تقادات، ومن بعد غنرجع معاكم. وكما كتشوفوا معايا انا تنخلط والحنه كتقاد، يعني كتولي غتطلق الخيط ديالها، ما تبقاش هكاك مكوره. المهم كما كتشوفوا معايا، غير الحنه هنا الا كنتوا باغين ديروها مثلا عاديه ليديكم من رجليكم، باغين ديروها عاديه كديروها شويه تكون ثقيله واحد شوي، يعني بحال هكا. الا كنتوا باغين تنقشوا بها كتجي شويه خفيفه وخلاص، راه النقاشات يعني تبارك الله عارفين القوام ديال الحنه كيفاش خاصو يكون. غير بالنسبه يعني اللي ما تتنقش ما كتنقش ما والو، وبغات غير يعني الطريقه كيفاش تخلط الحنه تستعملها هكا رجيلات او ليديدات، فالطريقه يعني هذه واضحه اللي غادي نشارك معكم ان شاء الله اليوم. وهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا سهله. هنا من بعد ما خلطت الحنه مزيان كما كتشوفوا معايا، غادي ندوزو نعطيكم ديك السقوه باش نسقيو الحنه. المهم الحنه هي الطلقات كما كتشوفوا معايا كتولي لنا بهذا الشكل هذا، يعني ما كيبقاوش فيها دوك الكويرات، ما كيبقاوش فيها ديك الحنه، ما كتبقاش مكوره، كتولي بحال هكا ما شاء الله. غنخليوها هكا على جانب، كتغطيوها بشي بلاستيكه ولا بسولوفان يعني بلاستيك غذائي، وكتخليوها هكا ترتاح جانبا. دابا غادي ندوزو باش نوجدو ديك السقوه ديالنا. السقوه احتاجو فيها حتى هي مكونات بساطين، بساط بزاف بزاف. غناخدو هكا واحد زلافه، وغادي ناخدو هاد دوليبران، هادي ديال ميل غناخدو غير النص ديالها، قرص واحد غناخدو النص ديالو كما غتشوفو معايا، نص قرص ديال دوليبران، وغادي نزيدو عليه شويه ديال الماء، واحد ملعقه كبيره ديال الماء. ومن بعد غنزيدو عليه، نخليه حتى يذوب، يعني حتى يذوب لينا مع داك الماء، يذوب تماما. الماء غير كميه قليله كنزيدو عليه، غير شويه ماشي بزاف، وغادي نخليه حتى وكان يذوب لينا مزيان. المهم غادي نقطع ونعاود نرجع معاكم. وهنا كما كتشوفوا معايا خلاص هو داب لينا داك القرص ديال دوليبران، داك النص ديالو. دابا غادي ناخدو سكر سنيده او سكر حبيبات، غادي نزيدو واحد نص معلقه كبيره ديال السكر سنيده كما كتشوفوا معايا، وغادي نخلطو مزيان. هنا انا فرغت هاد يعني هاد الخليط هنا غير باش يبان لكم، لان الابيض مع الابيض مع الخليط ابيض يعني ما باينش. درتو فهاد السلافه كما كتشوفوا معايا وكيولي بحال هكا، وهذا غنحتاجوه حتى تيبس لينا الحنه، يعني حتى تنشف لينا على الايدين ديالنا او الرجلات ديالنا، وعاد غنستعملوه غنستعملوه في الاخر. هذه هي الوصفه ديالنا ديال الحنه كما كتشوفوا معايا، كتولي بحال هكا زوينه صراحه بزاف. يعني تمنيت انكم تجربوها ان شاء الله في هذا العيد هذا. ومن بعد ما يعني كتحني وكتيبس لكم الحنه، يعني كتنشف على يعني اليدين ديالكم او الرجلات ديالكم، عاد باش كدوزو وديروا هذه الوصفه هذه ديال دوليبران وسكر. كتاخذوا شويه ديال القطن اللي يعني كتوضعوه في هذاك الخليط، وحتى كتنشف لكم الحنه كيف ما قلت لكم كتنشف تماما، عاد باش يعني ديروا هاد تسقيو الحنه يعني بهاد المكونات هذا. غديروها يعني شكل سقوه، غديروها يعني البلاصه اللي داير ليها الحنه مزيان صافي، وكتخليوها هكا واحد نص ساعه بحال هكا وصافي، وكتحيدوها كتخرج واحد اللون اللي ما شاء الله يعني كيحمق. اللي شافتك تسولك على شنو كديري، والطريقه سهله كما شفتوا معايا وبسيطه، ونتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. وكنقول لكم تحنيوا ان شاء الله بالصحه والراحه، ونتلاقاو ان شاء الله مع وصفه جديده ومع فيديو جديد.
نقول لكم تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف، في امان الله.